صفات زوجة معلم اللغة العربية. عندما يريد أي شخص أن يتزوج تختلف صفات الزوجة المستقبلية من شخص لآخر، فمنهم من يفضل الجمال والحسن، ومنهم من يريد العفة والأخلاق، ومنهم من يفضل ممن تكون ذو نفوذ وأموال. لكن لمعلم اللغة العربية رأياً آخر. عندما أراد معلم اللغة العربية أن يتزوج فسأله أصدقائه متى تتزوج، لقد طال الانتظار في أن تجد العروس، فقال عندما أجد الفتاة المناسبة لي والتي تحمل الصفات التي أبحث عنها. فأعادوا وسألوه وما هي الصفات التي تبحث عنها، فأجاب أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، مؤنثة، تتقن أسلوب الإغراء، وتطيل فعل الأمر بلا استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري منفصلة عن غيري، إذ طلبت فغير جازمة، من كل علة سالمة، إذ رأيتها سبحلت، وإن غابت عني حوقلت، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازما بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها ممنوع من الصرف، يقال إنه مات ولن يتزوج.